جلستنا هي عن الرياضة عموما وعن كرة القدم بشكل خاص، شو هي التحديات اللي بتواجهها؟ كيف ممكن نحن نشتغل لحتى نرفع سوية كرة القدم بالبلد عندنا؟ كرة القدم عم تعاني، هذا الشيء مفهوم للكل جميعا، عانينا منه كثير، لكن نحن في مراحل حسنا نجتاز الصعوبات هي، خاصة يعني أيام الأزمة أيام الحرب. ما بعد الأزمة أنا برأيي أنه في عدة أمور عرقلة. أولاً المسؤولين عن الرياضات بالمحافظات رؤساء الأندية، نحن كمان ما ممكن نحن نأمن دائماً بالمبالغ اللي إنا محجوزة، لأنه المبالغ المحجوزة رح ترجع، والمبالغ المحجوزة صراحة أنت بحق لك تتصرف بس عن طريق الاتحاد الدولي أو عن طريق الشركات الاتحاد الدولي. حاليا تخطط من الموضوع اللي هي فقط مجرد لعبه او مجرد او هوايه او اي شيء، صارت وسيله تواصل، هي الرياضه هي وسيله اجتماعيه لحتى تعمل كونكشن مع العالم، لحتى تلتقي مع العالم مهما كانوا مختلفين الاجناس الالوان الاشكال. المشكله الجوهريه انه حلقه القدم ما قبل فقط بعدها في مشكلات بالعلاقه بالمنشآت ايضا ما قبل، لكن الحرب ساهمت في زياده التاثير السلبي ل على كرة القدم، وساهمت بتجفيف الموارد بغياب استقرار إداري، وغياب استقرار إداري أيضا الأندية غابت انتخابات على مستوى الأندية، وكان هذا عم يأثر على إذا بدنا نقول على شرعية وسائل الأندية أو شرعية تمثيل الأندية من قبل مجالس إدارتها. إعادة ترتيب البيت الداخلي فرصة مواتية تماما في هذا الأمر. لما تكون المدرب لنحكي عن جد عن هذه المصاري اللي عم مصاري فعلا او استثمار حقيقي عم يساهم بعمليه رفع سويه كره القدم عندنا، عم هي عم تكون بطريقه عشوائيه؟ انه نحن بيتخذوا قرارات عشوائيه كل وقت مزاجيه، طب مين بيحاسبهم هيك؟ هذا الامر نحن ارجو انه نحن نعرج عليه من خلال كمان المسؤولين الرياضيين، مين بيحاسبهم؟ مثل ما انت تاخذ قرار ما لا تحاسب عليه، طيب نحن بنجيب مباراة مثل ما قلت لك خسرت تحاسبك إدارة نادي، طيب أنت مين بحاسب؟ ليس المال فقط تحيا الرياضة، المال جزء، ولكن المال والفساد لا يطوران الرياضة. الرياضة اللي احنا نعيشه البلد في أهمية في كل المناطق عم يأثر كثير على الرياضة. في كثير رياضات أولا مأمورة من المدارس، ثانيا ما في اهتمام بالرياضة النسوية كما يجب. يمكن هو في شيء من المجتمع، لكن في شيء أكثر من المنظومة القائمة للإدارة الرياضية من الصغر لوقت اللي يكبروا. بالإضافة لأني بقول لك الرياضة ما بتعطي طعم خبز مثل ما بيحكوا، فكمان الدور الأهل والرعب تبع الشهادات كمان بخليهم إنه يوقفوا أولادهم مفتنة، فبيفقدوا هاي المهارة واللياقة اللي كانوا متدربين عليها. نحن اليوم عندنا خلل على صعيد الفئات العمرية، يا جماعة اتركوا شوي فرق الرجال واشتغلوا على القواعد. إذا ما لم نعمل على القواعد بالأندية والمنتخبات الوطنية لا يمكن أن تقوم قائمة لكرة القدم السورية. سوريا عم تتيح تمثيل، لكن عندنا مشكلة بالوعي اللي ما عم نوصل ممثلين فاعلين، واللي بياخذنا غياب ممثلين عن الرياضيين وعن المدربين وعن قطاعات مختلفة. المشكلة اللي نحن بنعانيها هي العقلية، عقلية اتحاد تنتقل لعقلية نادي، وعقلية بلد تنتقل لعقلية لاعب. نحاول نحن دائما نحط الغلط انه على القانون اللي نحن بحجز الاموال، حجز الاموال بخص بالمنتخبات الوطنيه، المنتخبات الوطنيه طبعا نحن عم نشارك نحن، لكن نحن ما عم نتخذ الاجراءات اللازمه كيف نحن نستحوذ دائما هالمصاري المحجوزه الاموال المحجوزه بالاتحاد الدولي دائما، انه كيف نتصرف فيها. كان النادي من ابسط مقومات الرياضه، لا ملاعب، لا منشآت، لا إمكانيات، لا موارد، ولكن استطاع خلال أحداثه لتاريخه من تلك بصمة على ساحة الرياضة السورية. لا شك الحرب على سوريا أثرت كثير على الرياضة، ما أثرت على أي قطاع ثاني، يعني مشان ما نظلم باقي القطاعات. بس شو الجديد اليوم؟ يعني إحنا اليوم صلنا 11 سنة حرب، وبعدين لأيمتى بدنا نضل نقول إنه في حرب صارت على سوريا؟ ما هي؟ في كتير دول صار عليها حروب، في كتير دول حققت قفزات ضمن الحروب اللي صارت فيها. بتخيل السبب انه في دول حققت هاي القفزات انه
نحن عم نتعامل بسوريا مع كرة القدم انه هي طابق. كل قطاع لحتى لازم يزدهر ويطلع لازم يعتبر حاله هو أولوية على القليلة بالنسبة للشيء اللي هو عم يشتغله. مشكلتنا نحن انه ما بنعتبر كرة القدم او الرياضة هي أولوية، وحتى القائمين عليها هن ما بيعتبروها أولوية، لكن هي مستحيل تزدهر او مستحيل تغير فيها شيء. المنتخبات والفرق الأندية هي السبب بدها تكون استراتيجية وتكون فلسفة كاملة، تعاون الجميع فيها. يعني فلسفة عمل مشترك من وزارة الدولة لشؤون الرياضة، الهيئة العامة للرياضة والشباب اللي هي احنا عندنا في حتى الرياضة العامة، لجنة أولمبية، اتحاد السوري لكرة القدم، الأندية المحلية، الأكاديميات المعتمدة داخل سوريا، المدارس مع التعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. كرة القدم بدها بيئة محلية جيدة على صعيد المنشآت وعلى صعيد التنمية البشرية وتنمية الأفراد وبناء القواعد وإلى آخره. الشراكة الرياضية الإعلامية بشكل صحيح لساهمت في تطوير جانب مهم بالرياضة حتى وصلنا إلى مفهوم التنمية اللي عم تحكي عليه بشكل كتير كبير. لا يوجد شفافية بالتعاطي مع الإعلام بالجانب الرياضي وبكل الجوانب. جزء أساسي منا خلق الانتماء الوطني، الانتماء الوطني بشكل غير متعصب، بشكل غير متحيز، بعيدا عن الهواجس السياسي والانقسامات المجتمعية اللي اعتدناها. اليوم المسؤولية تقع على عاتق الأندية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الأعلى هي المسؤول الرياضي اللي هو الاتحاد الرياضي العام. هيدا العقلية الإدارية اللي لا عم تقدر تدير الحالة المالية الصحيحة تجاه الأندية، وما عم تقدر حتى تسن القوانين اللي تحول هيدا الشغب الجماهيري اللي صار عم يخلع عن جديد وتوحد هيدا الجماهير باتجاه مشاريع تنموية صحيحة. الموضوع المالي يجب أن يكون هناك استثمار للنجاحات الرياضية.